Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire une vidéo de brioche. Salam alaikum. اليوم غنقدموا لكم بريوش ساهل ماهل. عندنا هنا ثلاثه معالق ديال الجنجلان، عندنا هنا يا بيضه، عندنا ميره، عندنا معلقه ديال الملحه، عندنا كاس مع مرش ديال سنيده، عندنا كاس ديال الحليب، جوج معالق ديال الماء زهر، كاس مع مرش ديال الزيت وكاس ديال الماء. دابا غادي نبداو. غادي نديرو الخميره هي الاولى، غادي نزيدو عليها الحليب، غادي نزيدو عليها سنيده. غادي نخلطو هادشي، غنخلطوه مزيان، وغادي نزيدو الملحة. غادي نخلطو هادشي، أبخي غادي نديرو نص كيلو ديال الطحين. عندنا راه نص كيلو ديال الطحين ديال وبقاو ديرو هاد الطحين، هذا ديال ليدل، في الكاطو ولا في البيتزا ولا في القراشل ولا في اي حاجه بغيتي ديروها، ديروا هاد الماركه ديال ليدل. ماشي كندير الاشهار، ولكن راه غزال الكاطو حتى الشفنج، احسن طحين هو هذا. احنا غادي ندير هاد نص كيلو وغادي نخلط، ومن بعد نتلاقاو. فاش غادي نساليوها غادي نخليوها تخمر، ومن بعد ديك الساعه من غادي تخمر غادي نقرصوها قرصات صغيره وغنحطوها في اللاطا. دابا من خمرات انا غنقرصها قريصات صغيورين وغادي نديرها. شتي كي كتجي العجينه ديالها، شتي تجي رطبه غير بوحديتها. ها دابا غادي نقطعها هكا قريصات وغادي نخليها هكا. ما ديروش بزاف في اللاطه، الا درتو بزاف كيتلاصقوا كيجيو خايبين، من الاحسن هكا. دابا غنهرسوا البيض باش ندهنوا البريوش ديالنا، باش ماشي حتى يخمروا عاد ندهنوهم. الا تخمروا دهناهم راه كيهبطوا، خصنا قبل ما يخمروا ندهنوهم وعاد نخليهم يخمروا. دابا غندهنوهم كاملين بالبيض وغادي نديروا عليهم الجنجلان. ندهنوهم هكا بالبيض كاملين، ندير عليها هكا الجنجلان. اللي بغى يدير جنجلان يديرو، اللي ما بغاش يديرو ماشي ضروري. غير انا كيعجبني الجنجلان، كيجيو زوينين بالجنجلان. صافي وغادي نكملو. راني خمرو ودرتهم في الفران يطيبو، راني نسيت ما وريتهم لكمش. كتخلي ما كتخليهمش يخمرو حتى ال 100%، غير تقريبا واحد 70% وديرهم في الفران باش ما يهبطوش، ومن بعد غادي تشوفوا الشكل ديالهم. كيجيو على هذا الشكل، هادو هما اللي درنا قبيله، كيجيو على هذا الشكل، كيتحمروا كيجيو زوينين. ها الشكل كيجيو غير مزوينات. تنطلقوا دابا من طابو، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو هكا، كيجيو مفشفشين. ها وي ولاو مزيانين هكا.
Miam, miam, c'est très bon. Miam, c'est trop bon ces brioches. كيجيو على هذا الشكل كيجيو هكا كيجيو هكا كيجيو رطب ها تبركي عليهم يهبطوا ها اش كيجيو كنتمنوا يعجبوكم وديروا لنا لايك ميرسي دافوار ريغاردي لا فيديو جيسبر كو فو لايكيري فو ابوني ميرسي او ريفوار ميرسي دافوار ريغاردي لا فيديو اي اوسي بور با فيو كي في hyper chaud vu que là qui qu'un des sortes vraiment des roues des roues le jus bien beurre de la camel miam miam vraiment il est très bon ce qu'elle a fait ma mère c'est très très bon essayez-le à la maison c'est très très bon avec ce jus.